على صفيح ساخن لا تزال معركة الشقيقين بوجبا مشتعلة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أروقة القضاء. اتهامات متبادلة، خطف وسرقة وابتزاز. لكن قبل أن تتضح الصورة، ما إذا كان بول بوجبا بريئا أم لا، وما إذا كان سيدفع أموالا مقابل تجنب فضائح قد يتم نشرها لاحقا؟ هل صحيح أن بول بوجبا مارس السحر على زميله في منتخب الديوك كيليان مبابي؟ وهل سيقحم اسم النجم الفرنسي في صراع الأخوين لأجل إكساب القضية مزيدا من الإثارة؟ أم أن اللاعب غريب الأطوار قد قام حقا بفعلته؟ بأربع لغات هي الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية والإيطالية، نشر ماتياس بوجبا الشقيق الأكبر لنجم اليونايتد السابق ويوفنتوس الحالي مقطعا مصورا على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أثار جدلا واسعا، وأعلن فيه الكشف عن أمور كبيرة تتعلق بشقيقه بول بوجبا ووكيلة أعماله رافائيلا بيمينتا وحتى كيليان مبابي. العالم بأسره تماما كما ناديه يوفنتوس والرعاة يستحقون معرفة أشياء معينة من أجل اتخاذ قرار مبني على حقائق لمعرفة ما إذا كان بول يستحق التقدير والاحترام ومكانه في منتخب فرنسا وشرف اللعب في كأس العالم وأن يكون أساسيا في يوفنتوس وما إذا كان شخصا موثوقا به. بهذه الكلمات توجه ماتياس بوجبا وهو لاعب كرة قدم لعدة أندية مغمورة مهددا شقيقه بكشف أسرار ومعلومات سيكون صداها مدويا. لم يقف بول بوجبا مكتوف الأيدي، بل خرج عن صمته وأبلغ الشرطة الفرنسية عن مؤامرة مزعومة لابتزازه من قبل عصابة مسلحة اقتادته إلى منزل في باريس في مارس الماضي وطالبته بمبلغ 13 مليون يورو لقاء توفيرهم ما زعموا أنه حماية له لأكثر من 13 عاما. كما وضع بوجبا شقيقه الأكبر محل شك عندما أخبر الشرطة أن العصابة تتبع له وأعضاؤها هم أصدقاء الطفولة، مؤكدا أنه لم يتوان يوما عن تقديم المساعدات المالية لهم. بحسب صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن بول بوجبا متهم بالتعامل مع رجل دين من أجل إلقاء تعويذة على زميله في المنتخب الفرنسي كيليان مبابي. لم ينكر لاعب اليوفي أمام الشرطة أنه يتعامل مع أحد رجال الدين، لكن من أجل حماية نفسه وليس من أجل إيذاء مبابي أو حتى الآخرين. التحقيق في القضية ما زال جاريا في فرنسا وعهد به إلى المديرية المركزية للشرطة القضائية بحسب وكالة الصحافة الفرنسية التي ذكرت أن بول مطالب بدفع مبالغ مالية كبيرة فيما لو أراد تجنب نشر مقاطع فيديو خاصة به. لكن ماتياس بوجبا رد على ذلك بتغريدة يقول فيها لشقيقه: عندما تكون مشهورا يكون العالم معك، لكن هذا لا يجعلك فوق القانون، فالشرطة ليسوا من أتباعك. فهل يمتلك ماتياس بوجبا وثائق وأدلة حقيقية من الممكن أن تطيح باللاعب الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم 2018؟ أم أنها لعبة مكشوفة من اللاعب المغمور هدفها الابتزاز المالي وتشويه السمعة؟